بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الخامسة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. إلى العناوين: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتلقى برقية تهنئة بمناسبة يوم القوات المسلحة. سفينة شباب عمان الثانية تعود إلى أرض الوطن بعد رحلة دولية لجمهورية الهند الصديقة. فرنسا تمدد قمة المناخ ليوم إضافي بعد تغير جهود التوصل لاتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ. أهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة يوم القوات المسلحة فيما يلي نصها: مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أجواء من السعادة والرقي وشدا من بدائع المجد والعز وأنوار من الفخر المتواصل والبناء المشيد، وبين الاعتزاز بالنجاح والطموح في المستقبل، تحتفل قوات جلالتكم المسلحة بيومها الذهبي المجيد لتسجل بذلك أروع أمجادها وأصدق خطواتها في طريق العز والفخار. وفي خضم هذه المناسبة الغالية يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الظافرة وقوات الفرق الباسلة وجميع منتسبي هذه الوزارة أن نرفع إلى مقامكم السامي أطيب التهاني وأجمل الأماني بهذه المناسبة العزيزة، سائلين المولى جلت قدرته بأن يديم على جلالتكم نعمة الصحة والهناء. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن يوم 11 من ديسمبر يعد بحق علامة مضيئة في سجل تاريخ قوات جلالتكم المسلحة، فقد نشر السلام فوق ربوع عمان وصان الحياة عزيزة وأضاء غدا مشرقا لشعبكم الأبي، وأضحت البلاد آمنة مطمئنة يسودها الوئام والسؤدد في كنف عهد جلالتكم الميمون. وها هي قوات جلالتكم المسلحة تحتفل بهذا اليوم الماجد، وهي تستلهم من مقامكم السامي التضحية والإخلاص والفداء بقيادة واثقة وفكر مستنير يرنو إلى مستقبل مشرق وعيش رغيد على هذا البلد الآمن. مولاي حضرة صاحب الجلالة، على امتداد سنوات النهضة المباركة حظي المورد البشري بقوات جلالتكم المسلحة جل الرعاية والاهتمام، وجعلهم واكبا للتنامي الثقافي والمعرفي على المستوى العلمي والعسكري، ورفد مداركه الفكرية والثقافية بما يجعله ثروة وطنية فاعلة مسؤولة في أي موقع من مواقع المسؤولية، حتى أضحت اليوم هذه القوات بما تملكه من طاقات بشرية مدربة ومؤهلة، قوات مسلحة حضارية متزنة متفاعلة مع بقية المؤسسات الحكومية بجسور التعاون المتكامل وأسس التنمية الشاملة، متطلعة لمستقبل أسمى وأبهى، مولية في ذات الوقت اهتماما محوريا برفع الكفاءة القتالية واكتمال المنظومة التسليحية الضرورية وفق ما تقتضيه المرحلة ويتواءم مع التحديات المتجددة، لتكون دائما وأبدا قوة رادعة صائنة لكل شبر ومنجز على أرض الوطن، والحصن الحصين والسياج المنيع لهذا الوطن ومكتسباته على امتداد مساحاته وشطآنه واتساع سمائه. مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستظل قوات جلالتكم المسلحة دائما وأبدا ملتزمة بدورها التنموي في المجتمع في هذا البلد الطيب، مستلهمة بتوجيهات جلالتكم السديدة، مترسمة خطاكم الخيرة على طريق المجد والعز، يغمرها الشرف بتحية جلالتكم والثناء عليها، معتزة بتقدير جلالتكم العظيم لمهمتها في أداء دورها المقدس، محافظة على هذا الوطن العزيز وأمنه،
تحصون كل المكتسبات بكل تضحية وفداء، مجددين لمقامكم حفظكم الله العهد والولاء والسمع والطاعة، ماضين خلف قيادتكم الحكيمة جندا أوفياء وحراسا أشداء، رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يحفظ جلالتكم عاهلا وقائدا لعمان، وأن ينعم عليكم بسعادة إطلالة هذا اليوم الماجد، ولا أخلى مقامكم السامي من بر مرفوع ودعاء مسموع، وأن يمد في عمر جلالتكم أعواما عديدة وأنتم ترفلون في أثواب السؤدد والنعيم. حفظكم الله يا مولاي، ورعاكم ذخرا للوطن، ومنحكم موفور الصحة والسعادة لتعيش عمان في ظلكم بعزة ومهابة ورحابة عيش وكريم الحال. وتحتفل السلطنة اليوم بذكرى 11 من ديسمبر المجيد، في الوقت الذي تشهد فيه قوات السلطان المسلحة تطورا متناميا وتنمية مضطردة في شتى المجالات العسكرية والعلمية والأكاديمية، تماشيا مع المهام الجسام المنوطة إليها في الذود عن حياض الوطن العزيز وصون منجزاته ومكتسباته الغالية. وقد أسهمت قوات السلطان المسلحة بأدوارها الرائدة في تهيئة المناخ الملائم لمسيرة التنمية الشاملة منذ قيام النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، وبما تحظى به من رعاية واهتمام ساميين من لدن جلالته أبقاه الله. تحتفل اليوم السلطنة بيوم القوات المسلحة ذكرى 11 من ديسمبر المجيد، وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب لما حظيت به من اهتمام سام ورعاية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه. إن 11 من ديسمبر يوم مجيد في التاريخ العسكري العماني، سطرت فيه قوات السلطان المسلحة منجزات متعددة ومفاخر خالدة في سبيل أداء أمانة الذود عن حمى هذا الوطن الغالي والدفاع عن حياضه المقدسة الطاهرة. وقد ساهمت قوات السلطان المسلحة في تهيئة البيئة المناسبة لبرامج التنمية الشاملة في البلاد. إن ما تقوم به قوات السلطان المسلحة يأتي دعما لمجالات التنمية في السلطنة وإسنادا لكافة المؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك في سبيل القيام بكافة مهامها وواجباتها الوطنية والتي يأتي على رأسها الحفاظ على مكتسبات النهضة الشاملة. وستبقى قوات السلطان المسلحة دائما وأبدا السياج المنيع للوطن العزيز، مسخرة جميع الوسائل والقدرات المادية والبشرية من أجل القيام بمهامها الوطنية المقدسة وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم، منتهجة الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لمولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه. إن الانتساب لقوات السلطان المسلحة هو مصدر فخر واعتزاز لدى رجال عمان البواسل، نتيجة لدورها الوطني في حماية الوطن ومكتسباته الغالية. ويعاهد منتسب قوات السلطان المسلح الله تعالى وجلالة القائد المفدى أن يكون الجند الأوفياء للوطن، وأن تكون قوات جلالته الباسلة الحارس الأمين والحامي اليقظ لمنجزات هذا العهد الزاهر والميمون بقيادة جلالته الحكيمة، وخلفه جنوده الأوفياء يسطرون في سجل المجد العماني صفحات مضيئة من التضحية والفداء والتفاني من أجل بناء هذا الوطن العزيز والسهر على أمنه ورخائه واستقراره. عمان الثانية إلى أرض الوطن بعدما أنهت رحلتها الدولية الثانية إلى جمهورية الهند الصديقة، ورست السفينة في ميناء السلطان قابوس بمسقط، حيث أعد لها حفل استقبال تحت رعاية اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية. ساهمت سفينة البحرية السلطانية العمانية
شباب عمان الثانية وبشكل فاعل خلال تجوالها في نشر ثقافة الإبحار الشراعي عبر مختلف الموانئ البحرية، معرفة بذلك بماضي عمان التليد وحاضرها المشرق، إلى جانب مشاركاتها في مختلف السباقات والمهرجانات والاستعراضات البحرية التي تقام على مختلف المستويات الدولية. حقيقة تحتفل قوات سلطان المسلحة هذا اليوم بيوم عظيم يعيد ذكرى خالدة على منتسبي قوات السلطان المسلحة، وفعلا تزامن هذا اليوم مع وصول السفينة البحرية السلطانية شباب عمان، وحقيقة هذا انطباع كبير وتأثير معنوي عالي على منتسبي البحرية السلطانية العمانية. واستمرارا لرسالته النبيلة التي أصبحت مثالا يحتذى به في نشر رسالة المحبة والسلام لكافة الشعوب، ترسو سفينة شباب عمان الثانية في ميناء السلطان قابوس قادمة من جمهورية الهند الصديقة، بعد أن أنهت مشاركتها في الذكرى 60 لافتتاح السفارة الهندية في السلطنة. بالتأكيد هي التجربة الأولى للسفينة وللبحرية السلطانية العمانية في الإبحار بمجندات من البحرية السلطانية كمتدربات ضمن دورات الإبحار والمغامرة، بالإضافة إلى زملاء من قوات السلطان المسلحة. طبعا كانت مشاركة إيجابية من حيث تحقيق بعض الجوانب التدريبية للتعريف بهذه المجندات بحياة البحارة وبحياة الإبحار الشراعي. خلال هذه الرحلة فإننا استفدنا الكثير كمتدربات على ظهر السفينة في المجال العملي والمجال الشخصي، فقد فتحت لدينا معارف كثيرة في مجال الإبحار الشراعي والملاحة الفلكية. أيضا استطعنا فهم معرفة كيف استخدام الخريطة في تحديد موقع السفينة. شارك في هذه الرحلة لأول مرة عدد من المتدربات العمانيات من البحرية السلطانية العمانية، إلى جانب نخبة من المتدربين من البحرية السلطانية العمانية وأسلحة قوات السلطان المسلحة. للسفينة الأثر الواضح في تفعيل ونشر الصداقة بين دول العالم، مجسدة بذلك أشرعة تحمل السلام إلى مختلف الشعوب. الضابط مدني محمد بن سعيد الحوسني، مسقط. غرس حب العمل وتشجيع الطالبات على الدخول في مشروعات ومبادرات ناجحة والتعريف بالصناعات الحرفية والتقليدية أبرز أهداف ملتقى الصناعات بولاية عبري. بين جنبات هذه الخيمة وفي منطقة وادي العين بولاية عبري بمحافظة الظاهرة زوايا وأركان تسردها الوالدة فاطمة من خلال عرض ما لديها من أعمال وصناعات في المجالات السعفية والصناعات الأخرى، لتقدم صورة وأنموذجا رائعا في العمل الذاتي للمرأة العمانية. أنا عند الحمد لله صناعة الميداليات والنسيج والحقائب، أتواق مال شعر مال البنات، طبعا هذا المفارش مفارش مال تقدوم، هذا الأشياء اللي نستخدمها المكرميات. كان أبوي ينسك، كانت أمها تغزل، الحمد لله رب العالمين كان يسين هذا الصناعات الخوص وهذا الأشياء يسويه، كان وإحنا الحمد لله ورفنا منه هذا. وليس ببعيد عن فاطمة، فها هي الوالدة بليشة الدرعية تعرض بعض الصناعات الحرفية التي حاكتها أناملها منذ القدم. أسوي غزل، وأسوي غزل أسويها رباع حاصي، وإخلافها أسوي مغطاها أسوي سدي، وأضع أسوي بمنساي. شاركت الكحال، صناعة الكحال العماني وصناعة القفص حل والشوع والملابس الخياطة من النساء، يعني مشاركين وصناعة الكمين. جماليات هذه الصور والمشاهد اختزلت تحت سقف هذه الخيمة كأفكار وإبداعات ناجحة ستتناقلها هذه الأجيال من الطلبة. أهداف هذا الملتقى اللي هي طبعا تقوية أواصر التعاون ما بين المدرسة والمجتمع، ثانيا تنمية هذا التعاون وتعريف المجتمع أيضا بتراثيات المجتمع المحلي. كشف لنا الملتقى فعلا تعاون المؤسسات المجتمع والمجتمع معنا في تلبية الدعوة ومشاركتنا وتفاعلهم معنا في الملتقى. كما تلاحظون من الخيمة جميع مؤسسات المجتمع الموجودة عندنا، سواء كان مؤسسات حكومية أو سواء كان مؤسسات خاصة، وأيضا الآباء والأمهات. حضور الأمهات له دور كبير في تعريفنا على أشياء وموروثات وتقاليد وعادات عمان، بدورنا احنا نتعرف على هذه العادات والتقاليد. لم تغفل منظمات هذا الملتقى في مدرسة ليلى بنت حكيم للتعليم الأساسي من مزج تراث الآباء والأجداد بالإجادات الطلابية
التي تعد جانبا مهما في تكوين شخصية الطالب وإعداده للمستقبل من خلال ما قدم من فقرات على أهمية صقل المواهب والمهارات. محمد بن سعيد العلوي من منطقة وادي العين بولاية عبري محافظة الظاهرة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد قليل افتتاح منتجع ديونز الصحراوي ببلدة الأبيض في ولاية نخل. أهلا بكم. مددت فرنسا اليوم قمة المناخ التي تستضيفها بعد تعثر جهود التوصل لاتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ، وقالت باريس إنها ستقدم مسودة جديدة للاتفاقية توائم بين الآراء المختلفة حيال مكافحة التغير المناخي صباح غد السبت. وكان من المؤمل التوصل لاتفاق اليوم الجمعة، غير أن مسؤولين ومراقبين قالوا إن محادثات ليل أمس الخميس أظهرت استمرار الخلافات بشأن كيفية تحقيق التوازن بين الخطوات العملية التي تتخذها الدول الغنية والفقيرة لخفض كمية الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وأيضا الأهداف الطويلة الأمد بهذا الخصوص في أي اتفاقية. لقي 22 شخصا حتفهم لدى انفجار 3 شاحنات ملغومة في بلدة يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا بحسب المرصد السوري المعارض. رجح المرصد أن يزيد عدد القتلى جراء الهجوم الذي وقع في بلدة تل تمر في ساعة متأخرة الليلة الماضية. سياسيا، يلتقي ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة اليوم في جنيف للبحث في العملية السياسية الانتقالية غدا توصل أطياف المعارضة السورية إلى اتفاق في الرياض على الدخول في مفاوضات مع الحكومة شريطة رحيل الرئيس بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من غير الوارد سحب القوات التركية التي نشرت مؤخرا بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الانتشار التركي سيكون محور اجتماع بين أنقرة وواشنطن وكردستان الأسبوع المقبل، واصفا ما تقوم به القوات التركية بمهمة تدريب عسكري للعراقيين على قتال تنظيم داعش. وأضاف الرئيس التركي أن عدد جنود بلاده سيرتفع وينخفض تبعا لعدد قوات البشمركة الذين يتم تدريبهم. التقت الكوريتان لإجراء محادثات على مستوى رفيع، من المفترض أن يحاول خلالها الطرفان انتزاع تنازلات في ملفات حدودية تشكل رهانا لكل من الدولتين، ويعد كل اتصال بين الدولتين المتنافستين إشارة إيجابية، لكن نظرا للقاءات السابقة يتحفظ المحللون على إبداء تفاؤل مفرط في نتائج الاجتماع. ويعقد هذا الحوار على مستوى مساعد وزراء منطقة كايسونغ الصناعية للكوريتين الواقعة في كوريا الشمالية قرب الحدود. وقد أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس أن بلاده تمتلك سلاحا هيدروجينيا في تصريحات شككت واشنطن وسول في صحتها.
إضافة جديدة إلى المشاريع السياحية شهدتها ولاية نخل بافتتاح منتجع ديونز الصحراوي برمال بلدة الأبيض، حيث يوفر المنتجع لمرتاديه تجربة الاستمتاع بالطبيعة الصحراوية والكثبان الرملية في أجواء من الفخامة. رعى افتتاح المنتجع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة. منتجع ديونز الذي يتربع على رمال الأبيض الذهبية بولاية نخل سيصبح نقطة جذب للسواح من داخل وخارج السلطنة لممارسة الأنشطة والفعاليات الصحراوية بمواصفات وبمعايير عالمية. وهذا المشروع يعتبر إضافة. الرملة هذه هي من المناطق حقيقة القليلة الموجودة القريبة من مسقط بهذه الجمالية، فكان منذ البداية اعتبرت هذه المنطقة منطقة سياحية لا يمكن أن تقام عليها أي منشآت غير منشآت سياحية، وهذا هو المشروع الأول، ونعتقد بأن مثل هذا المشروع سوف يعطي إضافة كبيرة لمحبي السياحة في المناطق الرملية. بالإضافة إلى هذا لدينا مشروعين آخرين في نفس هذه المنطقة، وإن شاء الله يعني سوف ترى النور هذه المشاريع في الفترة القادمة إن شاء الله. المنتجع يتكون من فلل وأجنحة فندقية واسعة وخمسين خيمة مجهزة تتمازج جميعها بأسلوب تراثي عريق، مشكلة منتجعا من فئة الخمسة نجوم. أتمنى دائما مثل هذه الاستثمارات تكون رافدا جيدا للسياحة، وخاصة في الولاية، والولاية مهتمة بالقطاع السياحي، كون أن الكثير من المعالم السياحية موجودة في الولاية كقلعة نخل والثوارة ووادي مستل ووادي الأبيض وهذا قبة القعدان. يضم المنتجع تسهيلات لممارسة بعض الرياضات الصحراوية الرائعة كركوب الدراجات الرملية وركوب الرمال والجمال وملعب لممارسة رياضة الجولف. المنتجع يوفر العديد من المزايا والخدمات السياحية للسائح، وهو على مستوى راق جدا من التصنيف العالمي، وكذلك يوفر المشروع فرصا جيدة لتوظيف الشباب العماني الذي أثبت فعلا مقدرته مع التدريب على رأس العمل، ونأمل أن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز إدارية متقدمة. كما يحتوي المنتجع على مرافق توفر نكهات مميزة لإضفاء أجواء من المرح على الأمسيات والسهرات للنزلاء والعائلات، وتوجد به أيضا قاعة كبيرة للمناسبات. افتتاح منتجع ديونس السياحي ببلدة الأبيض بولاية نخل يعد من المشاريع ذات الجذب السياحي، والتي سوف تساهم بتعريف السائح من داخل وخارج السلطنة بالطبيعة الخلابة والرمال الذهبية التي تمتاز بها هذه المتنزهات السياحية الطبيعية. سيب بن خلفان الكندي من منتجع ديونس السياحي بولاية نخل. احتفلت وزارة القوى العاملة بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات الكلية التقنية بالمصنعة في عدد من التخصصات العلمية والإدارية. الحفل اشتمل على تخريج 579 طالبا وطالبة في 6 تخصصات. بعد جهد بذل طيلة سنوات لنيل المعرفة العلمية، احتفلت الكلية التقنية بولاية المصنعة بتخريج 579 خريجا وخريجة ممن أنهوا الدراسة الأكاديمية وأصبحوا مؤهلين تأهيلا علميا ومهيئين كمخرجات مهرة ليتبوأوا مكانتهم في سوق العمل المختلفة. اليوم نودع لحظات العلم والمعرفة وننطلق إلى سوق العمل والمثابرة، وكلنا أمل أن نبني عمان، وعمان تنتظر منا الكثير والكثير. طبعا شعور لا يوصف بعد عناء طويل 5 سنوات من الجد والاجتهاد، دراسة مرة، لكن عندما تصل ذا المكان حقيقة تنسى ذيك الأيام. حفل التخريج والذي أقيم تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم اشتمل على تخريج دفعات من حملة الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الهندسة بكافة أقسامها وتقنية المعلومات والدراسات التجارية وإدارة الموارد البشرية والأعمال الإلكترونية والتسويق. شعور بحزن لفراق الكلية التقنية بالمصنع، وشعور بالفخر والفرحة بفرحة آبائنا وأمهاتنا
أننا وصلنا إلى هذا الطموح أو اجتزنا هذا الطموح وهذا المراد الذي كنا نرمي إليه. العقبات كانت كثيرة، ولكن الحمد لله بجهودي بدعم الناس اللي حولي ما قصروا وجزاهم الله ألف خير. لحظات قطف ثمرة الجهد توجت باستلام شهادات التخرج، لتبدأ بعدها مرحلة العطاء في الاستفادة من سواعد هذه الكوكبة المؤهلة لمواصلة حمل مشعل البناء والتنمية لهذا الوطن، لتظل هذه الصورة مرفرفة بعطائها ومحلقة بطموحها وعزيمة أبنائها من أجل عمان الخير والنماء. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة. أنهى ملتقى المراسلة الصحفية الثالث الذي أقامته جمعية الصحفيين العمانية في ولاية صحار أنهى أعماله بعد 3 أيام من المناقشات والحوارات مع المسؤولين والمختصين في الجوانب الإعلامية. رعى الملتقى سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة. بعد 3 أيام من المناقشات المستفيضة والحوارات مع المسؤولين والمختصين في المجال الإعلامي، خرج المشاركون في ملتقى المراسل الصحفي الثالث والذي نظمته جمعية الصحفيين العمانية بتوصيات عدة ركزت على تذليل الصعوبات التي يواجهها المراسلون الصحفيون مع جهات عملهم وتسهيل أداء مهامهم الصحفية لتغطية الأحداث. من خلال هذه الملتقيات نحاول من خلال الورش التدريبية ومن خلال أيضا التجارب للمراسلين والصحفيين وأيضا الأكاديميين أن نلقي الضوء على ما توصلت إليه المهنة، سواء في الجانب التشريعي أو في الجانب المهني أو فيما يتعلق بأهمية الأساليب والأدوات التي تمكن المراسل الصحفي من تغطية المحافظة بشكل صحيح. مجال الإعلام مجال متطور جدا، متجدد جدا أيضا. العالم يشهد يعني ثورة في ثورة معلوماتية كبيرة جدا، وبالتالي تطلب من الإعلاميين تبادل الخبرات فيما بينهم من أجل طبعا بناء ثقافة إعلامية طبعا تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية. كما أوصى الملتقى بضرورة تنظيم دورات تدريبية للمراسلين الصحفيين وإشراكهم في كافة اللجان المشكلة والمناسبات على مستوى الولاية والمحافظة، وإصدار لائحة تفي بأسس التعاقد مع المراسلين الصحفيين والوسائل الإعلامية. التوصيات التي طبعا خرج بها هذا الملتقى وخرجت بها الملتقات السابقة هي تصب في مصلحة المراسل الصحفي في كافة الجوانب، ومن أهم هذه المصلحة طبعا هي تكثيف البرامج التدريبية للمراسلين، عقد مثل هذه اللقاءات بين المراسلين وأيضا بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأيضا أصحاب القرار في المؤسسات الصحفية المختلفة. ما خرج به الملتقى من توصيات معظمها أو جميعها تصب في مصلحة المراسل الصحفي. من ضمن هذه التوصيات أعطى أيضا حفظ حقوق الصحفي. وأوصى المشاركون بالعمل على استمرار مسابقة الإجادة الصحفية مع تطويرها وإنشاء نادي للصحفيين العمانيين لممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبالعمل على إصدار ميثاق شرف للصحفيين وإنشاء معهد متخصص لإعدادهم. كما دعا ملتقى المراسل الصحفي الثالث في ختام أعماله إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتأهيل المراسل الصحفي ليقوم بدوره على أكمل وجه في نقل الرسالة الإعلامية. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة. تتواصل احتفالات المواطنين بالعيد الوطني 45 المجيد، حيث أقام أهالي قرية الأبيض بولاية نخل احتفالا بهذه المناسبة اشتملت على العديد من الفقرات الوطنية المعبرة. في أمسية من أماسي حب الوطن، نظم أهالي الأبيض بولاية نخل احتفالا بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، مجددين العهد والولاء لقائد النهضة المباركة جلالة السلطان المعظم. اليوم هذا اليوم يعني يحتفل بعيد الوطني 45 عيد ولانا صاحب الجلالة الذي هو نور الدنيا ونور عمان، واحنا الحمد لله اليوم في امن وامان. ما انت مثل غيرك يا ارض عمان، انت شعاع النور عالي رصيده. فقرات وطنيه معبره فجاشت قرائح الشعراء بالقصائد الشعريه الوطنيه التي اطربت الحضور بكلماتها في حب الوطن والقائد. هنيئا أيها الملك العظيم، سما بجلالك المجد الجسيم، سما بجلالك الإسلام دوما،
سما بجلالك الدين القويم، سما بجلالك الأفضال حقا، سما بعلائك الشرف الصميم. ومن الفنون التقليدية العمانية المغناة، قرى الأبيض قدمت فنونها التراثية كالرزحة، عكسوا الموروث العماني التقليدي الأصيل. فأتى ينجي شعبه من كربه، فسقاه من فضل الرخاء أكوابه. طلبة وطالبات المدارس شاركوا في هذه الأمسية الوطنية، كما قدمت العروض المسرحية التي عكست روح الولاء لهذا الوطن من خلال سرد بعض منجزات العهد الزاهر. كما نظم أبناء البريمي احتفالا وطنيا بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، شمل عددا من الفعاليات وشارك فيه عدد من المواطنين والمقيمين على أرض المحافظة. لا يزال أبناء البريمي يعزفون على أوتار الفرح أجمل الألحان، ويشدون في حب الوطن بأجزل الكلمات، فحضر صغيرهم وكبيرهم ليعيشوا ليلة شتوية في حب عمان. أكيد حب عمان وقائد عمان، يعني واحتفالات عمان امتدت في كل محافظات وولايات السلطنة، وما هذا الاحتفال إلا تعبير صادق من أبناء المحافظة على حبهم ولائهم انتمائهم لهذا الوطن وقائد هذا الوطن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. كل شخص يظهر فرحته بنفسه، يعني احنا حتى في موضوع الستيج او المسرح اللي بيكون الفقرات، كل شخص اللي حابب يعرض قصيدة، عنده نشيدة، عنده كلمة او اي حاجة في حب الوطن روحه يتقدم، يعني ما في برنامج معين حاكرين انفسنا فيه. الطابع التراثي كان الشيء الابرز في هذه الليله، حيث القصائد الشعريه. وفي ضميري راسم النكشه، نكشه البرقال منكوش الناس، قالوا مخترش خرش ابو علي ويطرش طروشه، ما دروب في الحشه خدشه فرحتي من القلب مكشوشه. وليس ببعيد عنها كان لفن العياله حضور ملفت. المهرجان وايد يعني فعال الحمد لله رب العالمين، ونحن كمجموعه العياله حق البريمي لنا الفخر ان نشارك في هالمهرجان. اما المنشد الصاعد محمد الحسني فانتهز الفرصه ليترنم بانشودته الوطنيه الجديده. يا دولة العز يا مجد مناسبة العيد الوطني 45 قدمت نشيد بعنوان المجد الخالد، أشكر كل من ساهم أو دعمني في هذا المجال. وفي جانب آخر من الاحتفال فاحت روائح البخور العماني والأكلات الشعبية التي شدت الزوار من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على زيارة هذه الخيمة التي حوت العديد من الأركان التي ساهمت في إبراز عدد من مفردات التراث العماني الأصيل. بين برودة الجو وحرارة مشاعر الحب والوفاء، عاش أبناء البريمي ليلة وطنية تعددت فيها وسائل التعبير وبقي الحب وحده. من حديقة البريمي العامة، أنور بن زاهر الغريبي. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتلقى برقية تهنئة بمناسبة يوم القوات المسلحة. سفينة شباب عمان الثانية تعود إلى أرض الوطن بعد رحلة دولية لجمهورية الهند الصديقة. وفرنسا تمدد قمة المناخ ليوم إضافي بعد تعثر جهود التوصل لاتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، نشكر لكم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى نشره جويه جديده مباشره الى اخر الصور الجويه. ولا جديد يذكر بالنسبه لاجواء السلطنه، تبدو الاجواء مستقره خاليه من السحب بعد بعض السحب المتفرقه على منطقه شبه الجزيره العربيه، خصوصا في وسط واقصى شمال شبه الجزيره العربيه. توقعات الاجواء لهذه الليله مشاهدينا، وبدايه مع العاصمه مسقط واجواء مستقره خاليه من السحب، كذلك والحال في جنوب الباطنه وشمال الباطنه، ودرجات الحراره ما دون 20. في محافظه مسندم ايضا الاجواء صافيه ومستقره بوجه عام، كذلك والحال على محافظه البريمي، درجات الحراره تصل الى 10 درجه مئويه. مباشره الى محافظه الظاهره تبدو الاجواء صافيه ومستقره كذلك، ومحافظه الداخليه وعموما في معظم محافظات السلطنة تبدو الأجواء مستقرة وخالية من السحب عدا بعض السحب المنخفضة التي تنتشر بشكل جيد على المناطق الساحلية في محافظات الوسطى. إلى محافظة ظفار وأجواء مستقرة بوجه عام كذلك، ولا جديد يذكر مباشرة إلى حركة الرياح على بحر العرب، حيث تبدو شمالية نشطة السرعة تصل إلى 20 عقدة، حالة البحر هائج متوسط إلى هائج الموجة ترتفع له 2.5 متر، وإلى سواحل محافظة مسندم وحالة البحر متوسط الموجة ترتفع له 2 متر، أما حركة رياح شمالية شرقية نشطة السرعة تصل إلى 20 عقدة، وأخيرا إلى بحر عمان وحركة الرياح شمالية نشطة السرعة تصل إلى 15 عقدة، وبالتالي حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج ترتفع له 2 متر. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم.